الموسم تاع هاد الأندية. أما الآن فالمهم والأهم هو أنهم تأهلوا، ومبروك عليهم على كل مشجعي هذه الأندية. قرعة دوري أبطال إفريقيا ستجرى يوم 7 أكتوبر القادم. أعطينا المستويات حتى نتعرف على مستوى مولودية الجزائر ومستوى شباب بالوزداد. تفضل. نعم، شباب الوزداد النادي الذي أصبح متعود أن يصل إلى أدوار متقدمة في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا. نقدر نقول أنه من بين الأندية الجزائرية الوحيدة اللي لحق 4 مرات متتالية الدور الربع النهائي، يتواجد في الصنف الثاني. مولودية الجزائر كما ذكرت العائد في دور المجموعات كما ذكرت الأمور ستكون مغايرة، منافسة أخرى، منافسة قوية، ستلعب على شكل بطولة مصغرة تضم أكبر الأندية على المستوى الإفريقي. نتحدث عن المستوى الأول في الأهلي المصري سان داونز، والمستوى الثاني أيضا في الترجي التونسي. شباب الوزداد ربما الأمر الإيجابي أنه سيتجنب نادي الترجي الرياضي التونسي الذي صراحة يعتبر أحد أكبر المرشحين للفوز بالكأس رفقة الأهلي المصري. نتمنى بطبيعة الحال التوفيق سواء شباب الوزداد أو مولودية الجزائر. الشيء الإيجابي هو أنه عندنا مدة ما شاهدناش ناديين يوصلوا لدور المجموعات. المرة يعني في زوج وصلوا لدور المجموعات، هو أمر جيد سواء شباب الوزداد أو مولودية الجزائر. 2015 كان هناك 3 فرق وصلت لدور المجموعات. مولودية العلمة، اتحاد العاصمة. 2015. نعم. منذ ذلك اتحاد العاصمة وأيضا وفاق سطيف. نعم. كيف ترى القرعة؟ منصفة للفرق الجزائرية. كأس إفريقيا محمد الآن دور المجموعات هو دور الحسم. دور الحاسم، حتكون لك فرصة تلعب بعض مباريات في البطولة، حيكون توازن بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وأيضا مثل ما قال فارس المرشحين الأبرز. أنا بالنسبة لي يبقى أنه الأهلي المصري عودنا في كل مرة أنه يفوز بالبطولة، ترجي التونسي نظرا لتركيبته الكبيرة، أيضا هناك بعض من الفرق لهم من الخبرة ما يكفي مثل مازامبي مثلا، سان داونز أيضا. فلهذا المأمورية أقول أنه سوف لن تكون سهلة بالنسبة لعناصر سواء المولودية أو حتى شباب الوزداد. نعم، في الحقيقة علية القوم في إفريقيا موجودون في هذه المنافسة، الأهلي المصري، ترجي تونسي، سان داونز الجنوب إفريقي، ومازامبي الكونغولي. هؤلاء هم الفرق التي ستشكل المستوى الأول. في المستوى الثاني شباب الوزداد، الرجاء البيضاوي، يونغ أفريكانز، وبيراميدز في المستوى الثالث، الهلال السوداني رغم الظروف الصعبة والحرب الأهلية، إلا أن الهلال السوداني متواجد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، رفقة أورلاندو بيراتس النادي الشهير لجنوب إفريقيا، الجيش الملكي وساغرادا. في المستوى الرابع مولودية الجزائر، جوليبا، ستاد أبيجون، ومانييما يونيون. هذه هي مستويات القرعة التي نتمناها أن تكون قرعة ملائمة للأندية الجزائرية. أعطينا مستويات كأس الكونفدرالية مع تواجد ناديي اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة في هذا الدور. إذن التصنيف الأول الزمالك المصري، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، واتحاد العاصمة الجزائري. هذا هو تصنيف. التصنيف الثاني المصري البورسعيدي، صفاقسي تونسي، الملعب المالي، وأسيك أبيجون الإيفواري، أيضا فرق محترمة جدا موجودة في التصنيف الثاني. في التصنيف الثالث إنيمبا النيجيري، شباب قسنطينة، نادي جراف السنغالي، لواندا سول، برافوس دو ماكيس الأنغولي، أوروبا يونايتد، بلاك بونز الموزمبيقي، وستيلي سيلينبوش الجنوب إفريقي. إذن كل مجموعة ستضم فريقا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني وفريقين من التصنيف الثالث، إذن ثلاث تصنيفات. شباب قسنطينة في منحنى التصاعدي كانت لي فرصة أنه شاهدت مباريات الاثنين التي لعبها في كأس إفريقيا. له أيضا من حسن حظه أنه له مدرب له من الخبرة ما يكفي وبإمكانه إدارة مباراة مماثلة. أيضا بن شعة يوجد في فورمة، ونحن نعي جيدا أنه القاطرة الأمامية
في مباريات كؤوس إفريقية هي مهمة. ديب أيضا لاعب متميز في خط وسط ميدان هجومي لشباب قسنطينة. أنا أرشح بقوة شباب قسنطينة هذا الموسم، أرشحه بقوة نعم في هذا الدورة محمد. وأيضا رائع طريقة رائعة، وأيضا اتحاد العاصمة شوف كنترول كروشي رائع، هدف رائع يدرس خاصة تمريرة ديب أيضا. دون ان الشباب قسنطينة هذا الموسم انا اضم ايضا رايي لراي مامين، مرشح بقوه وحيكون اوتسايدر قوي في هذه المنافسه. لماذا؟ لانه حافظ على التركيبه تقريبا نفس التركيبه، مدرب مثل ما تحدث مدرب رائع بن شاعن. دون هذا الموسم هذا المهاجم الرائع اللي قيل عنه الكثير لمده مواسم، ربما حان الان لهذا حان الموعد لهذا المهاجم باش يعني يبين كامل امكانياته، لانه وصل دون للسن تاع النضج في 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 كره القدم. كانت عنده تجربة في تونس لكن أصيب بعدها عاد، والكثير تحدث عن إمكانياته لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة. في سن 17 سنة لعب مع مولودية وهران في الجزائر، مهاجم متميز رأس حربة صريح متميز. محمد تعرض لبعض الضغوطات ولم يعرف كيف يسير تلك الفترة، ولكن سواء في اتحاد العاصمة خاصة أنه فريق اتحاد العاصمة خيرة اللاعبين الجزائريين مرة على هذا النادي، الأنصار صعب جدا أنك صعب جدا، ولكن اتحاد العاصمة أيضا مثله مثل شباب قسنطينة، نبيل معلول من الخبرة ما يكفي، وعناصره مثل لها من الخبرة ما تكفي قبل الماضية فازت بكأس وعندهم الخبرة، وأيضا قاموا باستقدامات جيدة. نعم. شباب قسنطينة عكس الأندية الجزائرية الثلاثة الأخرى المشاركة في المنافسات الإفريقية لم يجد أي صعوبة في التأهل وحسمه بسهولة بالغة. هذا وإياب. نعم. نعم. قلت لك كان أحسن وفي دورين متتاليين. نعم أحسن من مثل الكرة الجزائرية في المنافسات الإفريقية التأهيلية هذه لدور المجموعات. نتمنى فقط أن تكون هناك استمرارية لهذا الأداء وهذه الوثبة النفسية والمعنوية حتى نشاهد شباب قسنطينة مثل ما قال فارس ربما يكون مفاجأة من المفاجآت السارة في هذه المنافسة الإفريقية. أنت قلت لي ماذا؟ قلت لك لأنه حافظ على نفس التركيبة، وبالتالي رهادة دخل بهذه الطريقة لهذا الموسم تقريبا نفس المجموعة اللي كانت تلعب موسم ماضي تلعب صحيح. هذا الموسم. وأمر أيضا مهم بالنسبة لشباب قسنطينة، يمتلك أيضا قاعدة جماهيرية كبيرة الدعم الفريق، ويمتلك حارس اسمه أبو حلفاية. نعم يقال بأنه استدعي تم دعوته في القائمة الموسعة. نعم الآن نعم أدى تربص المنتخب الوطني أدى موسم جيد. قلت بأنه حتى جماهير ملعب رائع أيضا بالنسبة لشباب قسنطينة بإمكانه أن يذهب بعيد في هذه المنافسة. لدينا نتحدث أيضا عن اتحاد العاصمة، الاتحاد سنأتي على الاتحاد بعد قليل. تفضل. هنا الدعم الجماهيري محمد مطلوب، لأنه البداية نحن نعي جيدا لعبنا كرة القدم في الجزائر ونعرف عقلية المناصر كيف يفكر، لما تكون انطلاقة صعبة ومتدبدبة المناصر يضغط نوعا ما في المدرجات، ولكن لما تكون انطلاقة جيدة أنا على يقين أنه خردين مضوي يعرف كيف يتعامل مع شباله. والآن هنا بما أنه المباراتين أعطى الانطباع الجيد وليس الحسن محمد، جل اللاعبين خاصة الأساسيين والاحتياطيين أعطوا الانطباع الجيد، هنا الدعم الجماهيري مطلوب لمرافقة ومساندة وتأطير الشبان اللي بإمكانهم الإعطاء الإضافة. بوحلفية يعتبر حارس مرمى 50% من الفريق، راح يكون منتخب الوطني متشبع بمعنويات مرتفعة جدا، بن شاعة يوجد في فورمة عالية السنة الماضية وهذه السنة، ديب أيضا الآن دعم الجماهيري إيجابيا وليس سلبيا لمرافقة هذه الشبان إن شاء الله. نعم. الانتباه الحسن انتصار حلو.